طبعا احنا بنشرف كل الناس الموجوده عندنا النهارده في مايك ستاف. احنا عندنا النهارده مؤتمر خاص حفل خاص بمعهد كوزه الدخول. بنتشرف ان احنا النهارده يكونوا معانا في مايك ستاف. احنا دلوقتي موجودين في مركب مايك ستاف، هي عباره عن مراكب خاصه بمصر السياحه. عندنا مركبتين، مركب اونكس ومركب بايز. احنا دلوقتي موجودين في مركب اونكس. مركب اونكس بتاخد المحموله بتاعتها من حوالي 350 تقريبا، بتتقسم المركب ده قاعدين، قاعة سفلي والدك الجانبي، وبتاخد العدد بتاع من حوالي 160 ل 150 او 160 طن. وطبعا دي الحاجات الحلوه بالنسبه للمركب، اللي تعتبر في الانترست بتاع المركب في السلم الدك العلوي. وطبعا معمول في الدك اللي تحت بياخد من 170 ل 160 طن. بيبقى عباره عن بوفيه، وفي مجموعه من البرامج الترفيهيه، وفي حاجات بتبقى خاصه بالتوظيف او البرامج الخاصه بالمعهد. وبعد كده نطلع نشوف حضرتك طبعا. دي القاعة الثانية في المركب. ده بياخد فرق 170 180 فرق. ميز القاعة دي موجود في بره القاعة الشمال، بيتفرش طبعا موجود زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بيخش في الانترس موجود بره اللي هو السبل اريا. ده مكان مفتوح لو حابين اي حد يبدا يخش المكان ده، بحيث ان هو يتفرج على النيل ويشوف المياه اللي موجوده على النيل من مطاعم ومن حاجات موجوده. نخش على انت لو طلعت الكوبري اللي انت مسؤول عليه في كوبري بعد ده على طول، لو طلعت هينزلك قدام ال ده المكان المفتوح خاص طبعا. بيبقى ليه منظر كويس قوي بالنسبه على النيل. ده بياخد كل الناس الخاصه بالركب في قاعتين، قاعه فوق وقاعه تحت، بيقدروا يطلعوا على البوكن جاريا يشموا الهواء بتاع المكان النقي، ويشوفوا المكان كويس على مستوى كويس. وطبعا دلوقتي كده يعتبر ان احنا خلصنا احتياجاتنا وبنرسم على المرسم بتاع مايك ستاف. مرسم مايك ستاف زي ما انتم شايفين في جاردن موجود في المايك ستاف. ده برضه بيستقبل الناس على الكافي شوب، وبيبقى الاسعار بتاعته اسعار ندى الكافي شوب اللي موجود قدامكم دلوقتي. وبعد كده في مكان خاص بالجاردن برضه فيه الشيشه والمكان الخاص بالفول. وبعد كده كل دوت موجود في الاماكن الخاصه بتاعت مايك ستاف. الجاردن بنسلم وفي حساسيات طبعا احنا بنتميز بالمايك ستاف اللي فيه موجود فيها حساسيات. لو حد كبير في السن او كده يقدر ان هو ينزل. في عندنا بارك كبير برضه بياخد من حوالي من 200 ل 250 سياره في الوقت الواحد. ده برضه حاجه من الحاجات المميزه في المايك ستاف. احنا هنا مايك ستاف دي مركب 5 نجوم خاصه بمصر السياحه، معموله طبعا عشان نعمل تنشيط للسياحه الداخليه. الفتره الاخيره اللي هي كان فيها فتره الثوره او الفتره بعد الثوره، ابتدينا نتجه لتنشيط السياحه عن طريق الشركات، عن طريق شركات المعقول وشركات النقليه، عن طريق المؤتمرات، عن طريق الحفلات. وقدرنا برضه فتره ان شاء الله الحمد لله كويسه برضه ان احنا نقدر نلم السياحه لعبد المنقدر، ونشجع المصريين ان هم يشوفوا الاماكن المصريه بتاعتهم. بنعمل رحلات كامله خاصه بمايك ستاف، رحله اليوم الواحد، بنعمل فان داي كل يوم جمعه. لينا رحلات اساسيه يوميه بنشتغل عليها في مايك ستاف. بنشتغل رحله غدا من الساعه 3:30 للساعه 5:30، ده البرنامج بتاعها بيبقى عازف اور. وفي رحله ثانيه من الساعه 8 للساعه 10، دي بتبقى رحله كامله اوبن بوفيه، فيها برنامج بند شرق وغربي ورأس شرق وتنور على اعلى مستوى. وفي رحله ثالثه من 10:30 ل 12:30، زائد كمان ان في حد محتاج يعمل مؤتمرات او يعمل ريسبشن او يعمل اي ايفنتات موجوده، نقدر ان احنا نعملها له في الاوقات اللي هو محتاجها. ممكن نستقبله طول اليوم عندنا في مايك ستاف على من الساعه 9 لغايه الساعه 5 لغايه الساعه 6 على المراكب وعلى البرد، ونقدم له احسن حاجه موجوده عندنا دلوقتي. احنا دلوقتي موجودين في الاوبن اريا بتاع الدكه اللي
الكترونكس. ده مكان مفتوح نقدر نوصل برضه عدد ظريفه وعدد كويس، تقدر الناس تشوف النيل وتبدا تشوف المميزات الموجوده فيه. وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هنكون عاملين تطور كبير قوي في الجارد بتاعتنا والشغل بتاعنا ليناسب ان شاء الله المرحله الجايه، ونقدر نعمل اسعار منخفضه تقدر تشجع السياحه وتقدر تشجع شركات السياحه ان شاء الله.